إن غياب الزوج عن البيت كثيراً دائماً يجعل الأسرة في قلق، أو يجعل الأسرة لا تقاد قيادة كاملة. الأم إلى مرحلة محددة تستطيع أن تضبط تصرفات الطفل إلى 7 سنوات، وبعضهن لا تستطيع إلا إلى 5 سنوات، بعد ذلك ينشب الخلاف في البيت. غياب الزوج غالباً يدل على عدم الإناس لأسرته، وكذلك خروج المرأة، بعضهن تخرج في طلعات وأسواق وجارات واستراحات وتجعل البيت يقود نفسه بنفسه، غالباً القيادة تكون للشيطان. من منغصات الحياة أيضاً وهي تضاد الإناث الصمت الزوجي، أن بعضهم لا يحب أن يتكلم إذا دخل في البيت على الصامت، ومن تحدث معه أعطاه جواب مقطوع بوجه مكفهر ونبرة حادة حتى يقال لا تكلموني. وبعضهم ينشغل بها الأجهزة، من يوم يدخل معه اللابتوب تكلمه، تأتي له بمشروب ساخن بارد وهو ما عينه على تلك الشاشة. هذا أمر أيها الأحباب ينافي الإناث.